البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم دريسه القبه، غنوريكم الخدمه ديالهم كيفاش كتكون. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنثبتوا الخيط ديالنا، بسم الله. نعملو الغرزة الأولى، غنلويو ثلاثة المرات. غنضربو في هاد الغرزة هادي، كما كتشوفوا غنمشيو للغرزة الثانية، غنعملو ثلاثة د المرات عاود. دابا غنضربو هنايا، ما غنلويوش، غنضربو وغنعملو هايدا، نخليو دابا غنحبكو. دابا هاد الغرزة هادي عاود غنحبكو فيها. الثانية نحبكو فيها، شو الثالثة، الثالثة مع غنرجعوش نحبكو فيها، الثالثة غنعملو فيها ثلاثة دورات باش نعملو ديك الروياس ديالنا القبة. كتشوفوا دابا غنعملو نفس الشيء اللي عملنا هنايا، غنعملوه هنايا. دابا غنضربو الغرزة عادية، كيف ما كتشوفو هادي كنخليوها هنايا، باقي كنرجعو عليها. دابا غنضربو في هاد الغرزة هادي لي هنايا، دابا غنمشيو نضربو في الغرزة ديالنا هادي، كيف ما كتشوفو البنات. دابا غنمشيو نعملو اخرى، نعملو واحد الغرزة هنا هادي باش كنجبرو بيها ديالنا. دابا غنعملو الغرزة نعاود، ندور عليها ثلاثة، نضرب
تانية. دابا كيف ما كتشوفوا البنات ديك الغرزه اللي كنا قبيلاتي ولا كتفكروا، غنضربوا هنايا، غنجيو نضربوا هنايا هنايا باش كتشكل لنا القبه ديالنا. دابا غنستمر بنفس الطريقه، انا الحبكه الاولى هذه الحبكة الثالثة، نعملو فيها الرويز ديالنا. واحد، جوج، ثلاثة، كيما كتشوف نعملو شكل القبة ديالنا. طبعا نعملو هذا الحبيك، نضربو الغرزة عادية بحال الدرانطة. هدي دائما كنخليوها هنايا باش نرجعو ليها من بعد. دابا غنضربو هنايا، نرجعو نضربو في ديك الغريزة ديالنا هادي. نفس الطريقة كنستمر، غرزة عادية. اليوم هنايا غرزة ديالنا، نضربو هنايا،
نزيد معكم واحدة. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل الدريسه ديالنا، كيجيو مزيونين بزاف ديالنا. وصلنا الى نهايه الفيديو، السلام عليكم، الى فيديو جاي ان شاء الله.